نيجي للحاله دي بقى اللي احنا هنقف عليها عشان بس الناس تعرف هو ليه الفار جاب بدايه اللعبه مع لاعب النادي الاهلي اللي هو الناس بتقول الكره جت في ايديه. تمام، نشوف الحاله الاول قبل ما نحكي فيها. لا هرجع بس من الاول، حاله من الاول بس، الحاله دي مهمه جدا جدا. لا من فضلك انا مش عاوز اللي هي المخالف في ركله جزاء، انا عاوز الحاله اللي بيرسي استلم الكوره. طيب بص يا كابتن، البعض بيقول ان في لمسه يد يا كابتن عادل على لاعب النادي الاهلي، انت تحسب لمسه اليد. لو هي جت في ايدي يا كابتن حتى لو مش متعمده وانا كمهاجم نزلت الكره قدامي ورحت شايط مره واحده جبت جول. تاني لو جت في ايدي المهاجم حتى لو مش متعمده بيجيبها لك كويكت او مش متعمده، هنا نشوف ماشي نمشي على الرغم ان هنا انا التصوير مش موضح ان هي جت في الايد ولا لا. حتى لو جت في الايد يا كابتن عادل انا بتكلم بالقانون صح، لو جت في الايد لو نزلت هنا من ايد بيرسي تمام وراح شايط مره واحده هنا الجون لا يحتسب. مظبوط، لا يحتسب يعني. انا بقول لك ده لو هي مش واضحه، بقول لك لو اروح لبعيد بقول لك لو، ولكن هنا الكره هو ليه جابها له الفار جابها له ليه؟ ده السؤال. عشان يقول للناس اللي بتتفرج هو انت ليه ما جبتلوش اللعبه ديت وجبت له ركله جزاء؟ هو جابها له ليه؟ طبقا للقانون لو جت في ايدك يا كابتن علاء مش وضع طبيعي نزلت قدامك، الحاله الوحيده بس اللي تحتسب فيها انك انت تنزل تروح شايط جايب جون هنا يلغى الهدف فيها. انما لو اتنقلت مره واثنين وثلاثه خلاص، هو هنا الفار شاطر دي جاب له اللعبه دي عشان يقول للناس ان هنا حتى لو في مخالفه لمس الكره بالايد وهي مش موجوده اصلا، وكمان صح. الحكم كان واقف في مكان كويس يا كابتن ناصر، بص الحكم واقف في مكان انا كويس. بكلم بالقانون يا كابتن عادل عشان في ناس تقول لك الله ده لمسه يد ما حسبهاش ليه يا جماعه؟ لمسه يد تتحسب لو هو استفاد منها، نزلت قدامه حط مره واحده في الجون وجاب جون. نروح بقى للحاله اللي هي فيها مشكلة. السؤال يا كابتن، انا كمهاجم وانا عندي فرصه اللعب عشان اجيب هدف، انا كابتن عادل في مستوى اللعب ما حدش يقول لي ان الكره في مستوى واطي. ارجع تاني بس بعد اذنك، هرجع تاني بعد اذنك لحظه الكره وهي تتعمل اوفر يا كابتن، لحظه الكره بتتعمل اوفر للاعب النادي الاهلي. ستوب، نمشي واحده واحده، نمشي واحده واحده. السؤال يا كابتن، انا هنا كلاعب مهاجم من حق العب ولا من حق مش من حقي؟ طبعا من حقي. هل انا عملت خطوره على نفسي؟ لا، هذه الكره في مستوى اللعب. مظبوط كابتن عادل. ايوه انا وصلت للكره ونجحت. مظبوط. السؤال، لو الرجل ديت ما لمستش والدخول ده والرجل مرفوعه بتحسب ايه؟ ركله حره غير مباشره صح ولا صح؟ مظبوط. لو الكره دي في نص الملعب يا كابتن صح وحصل ما فيش تلامس والكره والرجل مرفوعه اندايركت فيك، بحسب اندايركت صح. طب لما يحصل تلامس بنعمل ايه؟ بنقلب اندايركت ليه؟ لدايركت. مظبوط. طالما في تلامس بتتقلب من ركله حره غير مباشره لركله حره ايه؟ مباشره. الحاجه الثانيه، مين اللي رايح يلعب الكوره؟ اللعيب الاهلي. مين قرب للكوره؟ اللعيب الاهلي. اللعيب المدافع ما عندوش اي فرصه يا كابتن شريف ان هو يلعب ولا يوصل للكوره، وبالتالي هنا ايه؟ الدخول باهمال. صحيح. الدخول باهمال والاهمال دوت في القانون مخالفه. مظبوط، يعاقب عليه. لما يبقى في تلامس يا كابتن علاء مخالفه تامه، هو يمكن نادر في زمره الاحداث ما حسبش، ولكن الفار النهارده جابه ايه؟ خلي بالك الفار النهارده عمل حاجه جميله جدا جدا في اللعبه الاولانيه واللعبه ديت. اولا ركله جزاء واضحه جدا جدا وما كان يجب ان هو ياخد الوقت الكبير قوي 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 ده يا كابتن. ليه؟ احنا قلنا ايه؟ طالما في تلامس وانا نجحت في لعب الكره والكره في مستوى لعبي، ما حدش يرجع يقول لي ده اللاعب وطى وهو عمل خطوره. لا يا كابتن. مظبوط. انا كمهاجم يا كابتن لو علينا احنا ما كانت هتاخد دقيقه. كمهاجم يا كابتن علاء ده جون صح، وانا رايح ياتي لما تقول، ولكن صح. انا رايح العب في مستوى الكره يا كابتن عادل، ما مسيتش خطوره على نفسي، وبالتالي هو مين اللي ارتكب المخالفه؟ اللاعب المدافع اللي ذهب ليا هو اللي جالي وهو اللي عمل المخالفه باهمال. مظبوط. وهو عمل اللمس او الكونتاكت معايا انا في الرأس، وبالتالي هنا ركلة جزاء صحيحة. صحيح 100%. وشرحت أنا ليه. بيقولوا لك يا كابتن ضربة جزاء مش ضربة جزاء، لو دي على الأهلي ما هو ده الراجل حاطط رجل في وشه أهو، الراجل هيطير رقبته. كابتن ركلة جزاء ما فيش فيها جدال يا كابتن عادل، وإحنا هنا مش بنقول حاجة غير اللي إحنا بنشوفها،
وخلي بالك لو ما فيش تلامس خالص كانت ممكن تبقى غير مباشره، لكن هنا التلامس موجود وبالتالي هنا صحيح. بتبقى من اندايركت لدايركت ركل الجزاء والتلاحم والتلامس واللعب باهمال ركل الجزاء صحيحه. وانا بقول ايه، بقول حاجه مهمه، هو كويس قوي اللي جاب اللعبه الاولى اللي الناس مش فاهمه مزبوط. اللي ممكن تقول لك الله طب ما حسبش ليه لمسه اليد، ما حسبش لمسه اليد طبقا للقانون طالما اللاعب ما استفادش منها مره واحده، ده لو كان في لمسه يد وجاب هدف، ده لو كان في لمسه يد يا كابتن، برافو عليك.